بصوا انا شي بيتو كيف راح ديما تيسي باكا سيد نور كان بحكيها المغاربة ما كيفرحوش إلا شجلو حيت عارف التعادل جاي باش غايشطح عارف التعادل مراه كبيرة داخل قال ليك أسود الأطلس خلاو كاع البهايم اللي في الغابة ومشاو للسماء الناس داروا غير ديكو قدوير غير راه عندنا مدربين خلي عليك زاكي وفاخر وداك الشيء لا شنو كشي باليين اللي كيلعبوا الضمع حتى الجوامع والله الا عندهم شي خطط يا سلام كتلعب معاه الضمع عنده بيسك واحد نتاع عند 12 والله لا دمتي من الاول معمر الواد كدوز غير يطير ليك بيت علاش داخل بخطة حنا حتى كتغلبنا الطوبوطه نزاني عاد كنضربوا الحساب والا غلبنا الكاميرا ب 76 ونيجيريا وحيد طاحت الشتا في الزكاد راه غندوزو فيك صراحه هادشي ديال ايبولا دار فينا خير عرفتي علاش عرفتي لا تخليك ايبولا يعصي لك شي واحد في الجامع عندنا ماشي في بلغرير ومراكش احنا الشعب المغربي كنتسالمو شعب الشعب المغربي شعب بواس من باش سوج بد حنا راه واحد ما كتحملو كتبقى معانا كمعاه حتى كتلقى راسك لابس الكبوت ديالك دري صغير كتخرجو دابا كيبوسو البزار الخطار العساس واحد الدار في جباكيه ديال كازا قهوة الى باس الله ماشي غير ايبولا هادي كتخرج كتقول لك مو ضربوا ليا بالعين مالو كتاش في الجاتي بيا خمسة كيلو عباد الله طح 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 جوج كيلو ديال الماء تشوه هنا مع العالم كله شوما بزاف ولكن عرفتي شكون اللي قلبهم حالة الطقس علاش حالة الطقس ديالنا الى انتبهتوا راه ما كيعطيوكش الجو بالضبط شنو كاين كيقول لك البحر هائج الى قليل هيجان الجو غائم الى قليل غيوم يعني تقدر تطيح الشط تقدر ما تطيح لكن هاد الفيضانات فعلا تسموا فضحانات حيت شبحوا البنيه التحتيه وفضحوا المفسدين والمسؤولين عرفتي علاش بينوا واحد القنطره في النواحي ديال تاليوين يلاه تبنات بثلاث شهور جا الواد وصلها الوزازات دابا الا بغيتي تبني قنطره في زابوره دير ليها البيضون الفساتي ودير ليها السواري ديالها في الغير كيعجبوني ملي كيجيو في التلفازه دوك المسؤولين كيقول لك لقد قطعنا مشواقا مهما في البنيه التحتيه خداو فلوس التحتيه وعطونا بالبنيه الوطنيه صعب الله قريت واحد التقرير قال لك اسيدي 60% من البرلمانيين ديالنا ما عندهمش البار شوف بلاد بيتا تسخطوا ساكين هاكو سنة ما عندوش طار طراباش كيبينوه في البرلمان شي كيفتح شي كيلعب السودوكو شي واش هذا برلمان ولا جامع عندنا شوما حالة الطقس قلبتهم قلبتهم النشرة الجوية وشي برامج عندنا في التلفازات فعلا راه كيضيع دابا هذا برنامج التلفازة كيقول لك اسيدي كيفاش تختار اللون ديال الفوتو اللي غاجي مع السباغة ديال السباغة ديال الدور ديال الدار ولا بعدا عندي الدار باش تشوف السباغة اللي غاجي مع السباغة ديال الله يعلم السكن في العشوائي تشوف كاري ما باقي راهن يقول لك السكن الاقتصادي ملي كتمشي كتلقى دار 25 مليون هذا راه السكن العفريتي يعني. كتبقى تخلص في الطريطه نهار تموت كيجيو يعزيو فيك كيقول وراه كنا ليها ماشي الموت لا الطريطه وعلى البني ديالها والزوين الى غير حرك شي واحد الباليزه في الكاطايه وكيطيح على الحداد ديجا مكتوب في الريتش كلشي كيتسمع انا هاد العبد هذا والله الا ساكن في السكن الاقتصادي 24 واحد في الموت في البلان كيبيعوا لك بارطما ولكن ملي كتمشي كتلقاها غير كوزينه مفصله الا عطستيك الخما عليك في الارض وشي في الصاله يا سلام كتلقى الصالون ديالك ملاصق مع بيت النعاس ديال واحد اخر كتنزل كل شيء يقول لك بالصحه شوفوا كيتسمع ما كاينش جا الوالد قلت ليه راني شريت دار في الدار البيضاء وقف حدا الموبل سحابو راه كله هو هذا ديالي ملي دخل ديك البنيتي قابل ليا انا سحبت الكلام ديالي ودوك الدعوات راه غير ضاعوا فيك وصافي شوفوا هنا مع العالم